مصحفي وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي. هذه أنوارها كلمات الذكر تهدي فاحتفي. السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في سلسلة النبي الأعظم. النهاردة في الحلقة الأولى من سلسلة النبي الأعظم هنتعرف على نشأة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وحياته، وهنتعرف على حاجات كتيرة قوي في حضور الشيخ عبد السلام. جزاك الله خيرا. إزاي حضرتك يا شيخ عبد السلام المصري؟ أهلا ومرحبا بك. مرحبا بحضرتك إن شاء الله. نتكلم عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا خلينا أول حاجة بس نعرف نشأة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الناس نسبا وأكملهم خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من قريش، اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. طيب، الإمام البخاري نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسم النبي صلى الله عليه وسلم، بقى المفترض ان احنا كلنا المفروض عارفينه نحفظه. هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو سالت اي حد يقول لك من هو النبي، يقول لك هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، بس ما هوش عارف بقى تكمله الاسم. لا، المفترض احنا يجب علينا ان احنا نحفظه لاولادنا واحنا حافظينه. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول ابن القيم: ما فوق عدنان مختلف فيه، يعني بعد عدنان في بعض أهل العلم اختلفوا فيه، ولكن أجمعوا أن عدنان من ولد إسماعيل. تمام؟ يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه: عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام بإجماع الناس، لكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الآباء، يعني فوق عدنان في خلاف أهل العلم، ولكن هو من ولد إيه؟ إسماعيل. مش هو الأب. لا لا، في خلاف. في خلاف عليه. اللي قصدك الاب الاول. لا لا لا، وفي خلاف العلم من بعد عدنان صلى الله على محمد. هذا هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على كل مسلم ومسلمة ان يحفظ هذا الاسم. انا اول مرة اعرفه. يعني بصراحة يعني طيب، زواج عبد الله ابن عبد المطلب من امينة بنت وهب، والد والدة الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلام. ومحمد بن عبد الله. طيب، عبد الله بن عبد المطلب هو ابوه. قصه زواجه بقى من السيده امنه، ابوه زوجه اشرف نساء مكه، ودي دليل لش كل شاب وكل شابه وكل فتاه ان الواحد لما يجي يختار لازم يحسن الاختيار. شوف، ابوه اختار له اشرف واحده من نساء مكه، مش اجمل واحده، لا مش لا، مش اغنى واحده، لا لا. ده كله لسه ما اتولدش. ده ابو النبي صلى الله عليه وسلم. جده بقى عبد المطلب زوج عبد الله ازاي؟ اختار له واحده صالحه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خير متاع الدنيا الزوجه الصالحه. الزوجه الصالحه، وايضا الزوج الصالح اكيد. تمام. طيب، تزوج السيده امنه بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، دي اسمها بالكامل. طيب، بعد كده بعد ما تزوج السيدة أمنة خرج للتجارة إلى الشام، اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء رجوع إلى بيته توفى الله عز وجل. ده أول بقى إيه، تخيل هو لسه النبي صلى الله عليه وسلم ما شافوش أصلا، ما شافش ابنه ولا الاب شاف الابن ولا الابن شاف ولا الابن شاف ابوه كذلك.
طيب وقد ترك لنا هذا الجنين الطاهر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين وأن يخرج الناس من الظلمات إلى النور صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويتولى الله عز وجل بحكمته ورحمته وتأديبه إعداد هذا النبي لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بلا خلاف من أهل العلم. يوم الاثنين 12 ربيع الأول عام الفيل. ولد في دار أبي طالب في شعب بني هاشم. تمام؟ طيب ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده جاءته المرضعات فأخذته واحدة اسمها الحليمة السادسة. لا خلينا الأول بقى نقول إن يعني إن أمه توفت أثناء ولادته. لا صح؟ لا بس أمال ليه جات المرضعات ليه؟ لا اسمعي بس استني ثانية ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم أمه توفت وهو ابن السادسة ست سنوات. ست سنوات. أه أنا لسه ثانية جاي في الكلام المعلومات مقتطعة على حضرتك. لا اللي ولد خلينا نقول اللي هو أبوه اللي هو مات اثناء الوبو. كان يتيم الاب في الوقت ده لما جه. بعد كده امه تولته يعني فجت السيده هي حليمه واخذته. تقول السيده حليمه لما حل النبي وحل هذا الطفل الى مكان عمت البركه. سبحان الله. على هذا المكان. من هذا الطفل يعني. اليتيم. طيب تقول بقى في حادثة كده حصلت لما النبي صلى الله عليه وسلم كبر شوية ليه حادثة شق الصدر. ايه حادثة شق الصدر بقى؟ طيب. يعني حضرتك كنت بتكلمني بقول انا اول يعني فعلا والله انا اول مرة اعرفها. ما بقول لحضرتك يعني احنا للأسف في حاجة كتير يجب علينا عنها او نكهلها بصراحة. النبي صلى الله عليه وسلم. نعلم اولادنا ازاي يقرأوا. ان احنا فعلا السيرة تعلمت حاجات كتير اول للشباب والفتيات. جميله جدا يعني زي اسم النبي صلى الله عليه وسلم في كتير قوي مش حافظ اسم النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا يعني زي الحادثه ديت انت بتقول لك حضرتك بتقول لي لسه اول مره اسمعنا في كتير كده وكلنا نتعلم يعني حضرتك كمان قلت لي ده في حديث وحديث صحيح رواه مسلم رواه مسلم فعن انس ازاي ما نعرفوش لا لا هو معروف يعني واهل التخصص عارفين الكلام ده يعني تمام اتاه جبريل سيدنا جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فوضع الأرض فشق عن قلبه فأخذ القلب فاستخرج القلب فاستخرج منها علقة فقال هذا حظ الشيطان منك يعني وكأنه بيطهر قلبه برافو عليك سبحان الله طيب ثم غسله من طست في طست من ماء زمزم هذه العلقة ثم لأمه بمعنى ضمه جمعه في صدره رجعه تاني مكانه ثم اعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون الى امه ماشي فقالوا ان محمدا قد قتل قالوا انه مات ايوه ما شافوا المشهد يعني مشهد طبعا شافوه طبعا شافوه طبعا فجروا طبعا جروا قالوا محمد قد قتل يعني فاستقبلوا بعد ذلك بعد وقت ما استقبلوه وهو منتقع اللون يعني متغير لونه قال أنس وقد كنت أرى أثر المخيط في صدري سبحان الله صلى الله عليه وسلم لما كبر بقى الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم طيب في بقى خطوة يعني ابتلاء الله عز وجل يعني بقى يعني مر به النبي صلى الله عليه وسلم هو موت أمي توفيت أمه وهو ابن ست سنوات تخيل بقى ما شافش ابوه يتيم الاب شوف بقى المراحل معناه انا وانا جاي على حضرتك والله واحد بيتخيل اتولد ما شافش ابوه ولا ابوه شافه واتحرم والواحد لما يضم ابنه فكان العوض حضن امه وجود يعني امه يعني الابن اللي بيشوف ابوه وامه او الاب كده يجي في حضنه جميله إحساس جدا احساس بالامان بالنسبه للاطفال تمام فهو الله عز وجل شوف اختار له شوف اصعب المواقف اختبارا لنا وتعليما لنا يبقى توفيت امه وهو ابن ست سنوات
صلى على الحبيب صلى عليه وسلم افضل الصلاه والسلام. بعد وفاه امه تكفله جده عبد المطلب. طيب فعاش في كفالته، في كفاله عبد المطلب. وكان عبد المطلب يحبه حبا عظيما. والقصه بتحكى تقولي بقى ان عبد المطلب ده كان عنده فراش. فراش بينام عليه. استحالة حد من أبنائه اللي هو أعمام النبي صلى عليه عليه كان بيجي يقعد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا محمد، يعني استفاضنا على أولاده كان بيجي يقعد عليه، ما كانش بيعمل له حاجة. وكان يقول إن هذا الطفل أو هذا الغلام سوف يكون له شأن عظيم بين الناس، كان متنبئ له يعني. تمام. صلى الله على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى ذات يوم أرسله عبد المطلب حتى يأتي بإبل، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجيب له إبل صلى عليه فاحتبسوا عليه، اتأخر عليه شوية. فحزن عليه أبو عبد المطلب حزنا شديدا لمجرد أنه تأخر. اتأخر بس يعني كالأم التي فارقت ابنها حبا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. لذلك ديت برضو رساله لكل طفل لم يرى ابوه او اتحرم من امه او الكلام ده، ان الله عز وجل وما كان ربك نسيا، ربنا ما ينساش حد، ما ينساش حد اقتداء بحياه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. يعني طبعا صلى الله عليه وسلم. احنا ممكن نحكي قصه كده ونعيد تاني. في اسره اصيبت بهذا المرض، كل الاسره ماتوا الا طفل رضيع. طفل رضيع، شوفوا بقى رحمة ربك وحكمته وعظمته، ان الواحد ممكن يبقى في مشكلة لوحده والله عز وجل لا يخذله. كل الناس تركوني، اخواتي تركوني، زوجي تركني، امي تركتني، عمي تركني، انا لوحدي يا رب في المشكلة اعمل ايه؟ وما كان ربك نسيا. ان الله كان على كل شيء قديرا، ربنا قادر يخرج اي حد من اي مشكلة. ربنا وانت لوحدك ربنا يعمل لك المستحيل، ربنا قادر يغير لك نفسيتك. لا انا بحس احنا مش لوحدنا، يعني طول ما انت عندك الايمان والقناعه ان ربنا معاك فخلاص يغنيك عن اي شيء. ده حقيقه. طيب عملوا بقى اهل الشارع، قفلوا الباب. باب البيت، يعني قفلوا الباب على الطفل عشان ما يتفشى. عشان الوباء ما يتفشى. قالوا كده الطفل ده هيموت. بعد كده بعد بقى مرور الايام والكلام ده والوباء ده خلاص مشي، ما فيش وباء، فتحوا الايه الباب، وجدوا ان الطفل الرضيع اللي هم تركوه اللي هم قالوا انه هيموت موجود، وجدوه كبر ما شاء الله جرعة. الله. ثم كلبه كان في البيت كان بتردع الكلام النونو. فارضعته سبحان الله بس هم حكمهم كان ايه؟ بس حكم ربنا كان عادل يعني من رحمه ربنا. وديت يعني موعظه كبيره جدا. الكلبه ما الذي القى في قلبها وان هي ترضع هذا الطفل؟ وازاي الطفل راح عندها يعني تخطيط كده الهي ما حدش يعني عارفه ازاي؟ سبحان الله، قادر على كل شيء. او ماتش. انتوا قلتوا ان هو هيموت وحكموا عليه خلاص بالموت وبنوا الجدار، بس ربنا كان حكمه اعدل يعني. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل تولاه في عنيته، يعني ابوه مات ثم امه ثم تولاه ايه كفالته جد عبد المطلب. بعد كده ارادت حكمه ربنا عبد المطلب ايه يموت. ما الذي تولى النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه افضل الصلاه والسلام. عبد المطلب احنا قلنا كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. اوصى ان يتكفله عمه ابو طالب من بعده. طيب ابو طالب كان حياته الحاله الماديه بتاعته مش متيسره يعني. متيسره قوي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم، ودي رساله لكل شاب بقى. رساله لكل شاب. انك انت مع ابوك مثلا قد حالك على قد حاله، والدتك على قد حالها، انت في ظروف صعبه، انت لوحدك، انت لا اطلع اشتغل، مش نقعد ونيأس لا اصل انا خريج كليه كذا ما ينفعش اشتغل. لا النبي صلى الله عليه وسلم
وكان من اشرف من عائلات قريش اهو. لما تكفل ابو طالب خرج للعمل وراعى الغنم. هو من نفسه صلى الله عليه وسلم لما شاف حالتهم مش ميسوره فهو خرج من نفسه. طبعا ياريت كل شبابنا يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. علي افضل الصلاه والسلام. مدرسه والله يعني صلى الله عليه وسلم. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما بعث الله نبيا الا وراعى الغنم. ما فيش نبي اتبعث الا وايه؟ ايوه دي حقيقه فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده صلى الله عليه وسلم، ده حديث صحيح. فقال الصحابه، قالوا له: يا رسول الله وانت؟ فقال: نعم، كنت ارعاها في قراريط اهل مكه. يعني كنت برعاها في قراريط لاهل مكه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان عارف ان عمه كان على قد حاله. ميسور الحال كان قد حاله على قده، فبدا يساعده. السؤال هنا بقى، هل الله عز وجل ما كانش قادر يغني النبي صلى الله عليه وسلم عن راعي الغنم؟ قادر على كل ودي شيء. نبي، كان نبي اهو. ان الله قادر على كان يغني النبي صلى الله عليه وسلم من راعي الغنم وياتيه رزقه. تمام؟ واحنا قلنا في بدايه الحلقه ان السيده حليمه لما خادته كانت الرزق كله جه في المكان. قالت البركه جت في المكان. والرزق من حيث لا تدري. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قادر كان يغني النبي. برسبه لكل شاب. دي نبي. بس يمكن عشان خاطر احنا نقتدي بيه وبافعاله. ايوه، ولكن هذه تربيه له ولامته. صح. لينا. الواحد ياكل من اكل الجبين. معلش يعني تاكل من كوتك، من عرق جبينك. عرق جبينك. لا تتكفف الناس. لا، انا راجل خريج كليه، خريج حضرتك واحد اصلا خريج كليه، مش عارف مفيش شغل، تجتهد ان تبني نفسيها. اصلا ربنا امرنا بالسعي طبعا يعني. فامشوا في مناكبها. ربنا قال كده، فامشوا في مناكبها، يعني اجتهد اسعى. تمام. وما فيش طيب. طبعا اعظم من الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ناخده قدوه يعني. طبعا. والشباب ياخدوا قدوه. وروى المقداد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده. تاني، ما اكل احد قط طعاما خيرا من ان ياكل من ايه؟ من عمل ايه؟ يده. اكيد ليه طعم تاني، اكيد. وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. كان حداد. سيدنا داود. كان حداد. يبقى دي رسالة لكل شاب، لازم اطلع اشتغل. ابني نفسك. ما تقعدش كده على النت بس، لا اطلع اشتغل، افتح لك باب رزق، وسع، وادعو ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه مش هيسيبك. أكيد. مش هيسيبك والله. إن الله كان على كل شيء قديرا. اتفضل. طيب احنا عايزين نعرف ايه دلائل النبوة عند اليهود قبل بعثة النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هو سؤال جميل جدا، ويعني ورسالة يعني للناس كلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في دلائل عليه قبل ان يبعث صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاة والسلام. خرج ابو طالب الى الشام وكان معه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ابو طالب تكفل مين؟ النبي بعد موت جده عبد المطلب. فذات يوم خرج الى الشام للتجاره مع اقوام من شيوخ يعني قرايبه، وكان معه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طلعوا على الراهب اللي هو بحيره، من اكبر الرهبان في اليهود. هما كانوا رايحين له عشان لا مش رايحين، هما كانوا في رحله وطالعين، كانوا بيمروا عليه، مروا عليه فمر عليه بس رايحين للتجاره عادي. فلما نزلوا حلوا متاعهم، يعني نزلوا حلوا المتاع بتاعهم عشان ياكلوا ويشربوا والكلام ده. طيب فخرج اليهم الراهب، وكان كل مره يمروا عليه ما كانش بيخرج. لما كانوا بيمروا عليه من غير النبي عليه افضل الصلاه والسلام. برافو عليك، انا يعجبني فيك ذكائك ما شاء الله.
فخرج إليهم الراهب وكانوا من قبل يسيرون ولا يخرج إليهم ولا يلتفت ليهم أصلا، يعني عادي أي حد معدي مش ما بيخرجش ولا يلتفت. طيب وهم يحلون رحالهم وبعدين بيأكلوا كده، وكان يتخللهم الراهب ده بيتمشى حواليهم، بيتمشى كده في وسطهم، فمسك بإيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رحمة، هذا رسول العالمين رحمة يبعث الله رحمة للعالمين. بس حضرتك قلت ان ده راهب من رهبان اليهود. اليهود اسمعي بقى، فالناس اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: طب انت عرفت منين؟ انت عرفت ازاي ان هو نبي؟ فقال: انكم حين طلعت من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر الا سقط ساجدا. سبحان الله. الا سقط ايه؟ ساجدا. ولا يسجد الا ايه؟ الا لنبي. ولا يسجد الا لنبي. سبحان الله. واني اعرفه بخاتم النبوة في ظهره صلى الله عليه وسلم. ثم رجع فصنع طعاما. الراهب رجع مكانه، عمل طعام وجابه. فلما اتاهم قال الراهب: ارسلوا الى الايه؟ الى محمد. فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه عليه الصلاه والسلام، تحفه غمامه، يعني عليه غمامه، يعني هم قاعدين في شمس، اذا كان قاعدين في شمس ده دليل كان قاعدين في شمس، وهو جاي عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه غمامة، جاي بظل يعني عليه طويل. غمامة وعليه غمامة الله. تظله سبحان الله. فدي دلائل من يهود للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فالراهب وصى أبو طالب إنه ما حدش يعرف بإيه بقصته حتى لا يقتلوه إيه اليهود. ده أول دلائل من دلائل إيه؟ النبوة لليهود عليهم الله يستحقون الآن. يعني نسأل الله العظيم أن ينصر إخواننا في غزة، وأن يعني يتحفهم برحمته، اللهم آمين، وأن ينصرهم وأن يمدوه بمدده. آمين آمين يعني يا رب العالمين. طبعا ونشكر يعني سيادة الرئيس، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدموا له من مساعدات، بصراحة موقف عظيم جدا منه لاخواننا في غزه. اكيد احنا بنشكر حضرتك جدا يا شيخ عبد السلام، ولحد كده تكون انتهت حلقتنا الاولى من سلسله النبي الاعظم. نشوفكم في حلقه تانية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الاحرف يا فؤادي.